تخاطب مثلا يمكن يخاطبون الطرق، يخاطبون الدفاع المدني، هم اللي يخاطبون، هم يخاطبون يعني ياخذ لها دوره. وبعدين عند فيه الانظمه يعني انا اقول اقدر اقول لك يعني انظمه المفروض انها تحدث الانظمه هذه، ويجب مع تحديثها انها تطبق. وش فيها قديم طيب الحين؟ اشياء كثيره من ناحيه الـ 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 يعني ما اقدر اقول لك شيء بذاته يعني كنظام انك مثلا والله هذا الاشياء ذي، ولا اقدر اجيب لك الليست ونمشي عليها واحده واحده، عارف قصدي؟ ولكن اللي ابغى اصل له هو تحديث الانظمه الموجوده و احداث اليه لتطبيق هذه الانظمه. هذا واحد. الشيء الثاني يجب مراعاة البيئة. كيف يعني؟ لأنك أنت تعرف خزانات الوقود في باطن الأرض. يحصل تسريب للوقود في باطن الأرض. يحصل يعني؟ يحصل. يحصل تسريب للخزانات في باطن الأرض. هذه يجب أنها تراعى. لأن هذا تنزل على إيش؟ على في النهاية البلدي ما يحطون شروط لوضع عوازل ووضع تحط شروط وتحط ذا، بس أنت عارف ال 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 تطبيق أول شيء تطبيقها، ثاني شيء المواد اللي تعمل منها مثلا هذه يمكن ما تعزل مضبوط، يمكن ما ذا، هناك تسريب. فيه أشياء تدلك على أن فيه تسريب ولا لا. هناك يحطون سنسرز في وسط التوانك، ويحطونها مثلا في ذا، وتعرف اذا كان عندك في المواسير تهريب، او عندك في نفس التانكي تهريب. بس هذه تكلف فلوس. سمعت؟ انا ارى انها تطبق انها تكون من الشروط. طيب الرخصه كم تقعد شيخ المسلم؟ اذا بس تتاسسون انتم الان محطه، من اول يوم الى اخر يوم كم تجلس؟ تقعد اشهر. اشهر؟ اشهر تقعد اشهر، بس ما اقدر اقول لك كم شهر، ولكن تقعد اشهر. متوسط الرينج يعني. تقعد اشهر. انا اقدر يمكن اقول لك ثلاثة أربعة، ما اقدر، بس ما اقدر بصراحة اقول لك، بس هي تقعد اشهر. هذا كروتين ولا انه يعتبر شروط صعبة؟ لا لازم تروح من هنا، لازم يرفعون يكتبون البلدية تكتب للطرق ويكتبون للدفاع المدني ويكتبون. هي لو كل الامور هذه، شوف قطاع بالحجم هذا او بزنس شو اسمه كقطاع مثل المواد المحطات البداء، يجب ان يكون هناك جهه واحده فيها جميع الاشياء دي. مو بلازم يكتبون للدفاع المدني ويكتبون لهذه، يكتبون جهه يكون متكامله فيها جميع الاشياء هذه. معروف مثلا كل الاشياء فيها، كل الانظمه، انظمه الطرق، انظمه الدفاع المدني، وكلها تكون تحت مظله واحده. يعني انتم تطالبون بمظله واحده تكون هي مرجعيتكم؟ مرجعيه، مظله واحده. هم الان يمكن يقولون البلديات هي المظله، بس البلديات ترجع تكتب لهذول وتكتب لهذول. لا، يبغى كل الاشياء جميع في مكان واحد، ما يحتاج كتب. تجي مكتب واحد، وش اسمه، مكان واحد تاخذ منها كل اشيائك. انا اعتقد هذا افضل شيء. طيب ربحيه هالنشاط هذا تجي من فارق السعر بين اللي تشترونه من البترول والبيع، بس هذا هو؟ اي، تجي من الفارق. طيب المحطات فيها ملحقات كثيره، سوبر ماركت، في مثلا غسيل سيارات، في احيانا ميكانيك، في احيانا امور كثيره. هذه وش تشكل هذه؟ هذه تشكل جزء من الربحيه. تأجرونها ولا انتم تشغلونها؟ والله يعتمد، اذا اخذنا احنا في مثلا اذا اخذنا المحطه باكملها. الاماكن ذي احنا ناجرها. ونشترط ان احنا الاشخاص اللي ذا فيه أشياء معينة يجب أنهم يقومون بها. ونخصص عمالة ينظفون الأماكن كلها. شو اسمها؟ وفيه أشياء مثلا ناخذ جزء، ناخذ مثلا البترول فقط. الأشياء الأخرى مثل صاحب المحطة ما يبي يأجرها، هو يبي ياخذها بنفسه أو يبي يأجرها ناس آخرين. هذا لكن ما تشكل رقم كبير في المبيعات لكم كشركة؟ مو تشكل رقم، ولكن هي بقدر الربحيه اللي تاخذ من هذه، ولا هي اكيد انها رقم.
أكيد أنها رقم. طيب هل المحطات اللي عندكم أنتم تملكونها أو مستأجرينها طبعا، ولا تأخذون محطات أنتم وتشغلونها بهويتكم؟ السياسة اللي الشركة نهجتها من البداية هو أن احنا في مسارين، مسار للتملك ومسار للإيجار. أول شيء الإيجار احنا في حاجة للانتشار، توسيع القاعدة، لذلك التملك بياخذ وقت طويل، لذا مكلف. خذنا إيه مكلف، خذنا ذا دائما تنظر بدل مثلا آخذ محطة واحدة أشتريها بمبلغ وقدره مثلا ملايين، هالملايين بي أشتري أستأجر عدة محطات. أنا شغلي مو بالريل استيت، مو اللي هو التجارة في الأراضي، أنا شغلي هو إدارة محطات، لذلك يخدمني أكثر. ولكن إذا وجدنا محطة العائد عليها جيد من ناحية القيمة، قيمة الأرض والأداء العائد عليها جيد، استثمرنا فيها. وهذه السياسة اللي الشركة تتبعها. ما تبيعون فرانشايز انتم، يجي واحد يقول انا بستخدم اسم الدريس، انتم طلع لكم لوجو معين، الوان معينه الى اخره، يجي واحد يقول والله انا بستخدم ولكم هالمبلغ. هذا مهم، ما بحث على مستوى اللجنه التنفيذيه، ولكن احنا نقول انه لا يزال ايش بدري عليه. لانه اول شيء فيه شروط وكودز معينه تعمل، ويجب الإنسان أن يفي بالأشياء هذه على أساس إيش أنه يدير الشيء هذا أو يوضعه، لأنه بيعتبر مصدر دخل لكم جديد. أكيد أكيد أكيد. ولكن إحنا مثل ما قلت لك، شوف في البلاد خارج المملكة اللي يقيم المحطات مثل شل، شو اسمه، كالتكس، بي بي، شفت ألف، وش يسوون؟ هم يقيمون المحطة، هم ينشئونها، هم شركات بترولية. بعمل الشيء هذا يسوقون منتجاتهم كمنتجات بترولية، ينقلون بناقلاتهم، يعطونك كل المواصفات والسيستم اللي لازم تمشي عليها، وانت تشغل، انت تشغل، يبنون لك المكان. تتمنى هالمشهد عندنا؟ والله أنا بقول لك ذا هذاك هناك ما فيه شو اسمها ما في السعر، مو مثلا هنا ثابت. محدد، مو بثابت. شفت كيف؟ هناك مفتوح، هناك حاطين لوحة برا كل يوم سعر. أي هناك مفتوح، شفت كيف؟ مثل ما يقول عرض وطلب، بورصه عرض وطلب، شفت عرض وطلب. وش اسمه، انا اتذكر شل جو فتحوا محطه هنا بعدين قفلوها، شفناها اي صحيح، اي قفلوها انسحبوا، ما يبنوهم السوق السعوديه. ليش؟ عشان ثبات السعر، علشان ثبات السعر، لان المبالغ اللي بيحسبونها في المحطه الانفستمنت حقتهم كبيره، عشان يدخلونها يعني يبي لازم يكون فيها. طيب خلينا نرجع للفرانشايز، انتم عندكم اتجاه لها بهالمسار صح ولا لا؟ اتجاه في انكم تمنحون اللوجو حقكم ومواصفاتكم وشروطكم انه احد يسوي محطه. محتمل في بس مو الان، محتمل. محتمل. طيب في بعض الدول المجاوره، خلينا نقول الامارات والكويت وبعض الدول، عندهم ثلاث شركات او اربع شركات بترول معروفه، مثل في الامارات ادناك وبترول الامارات او امارات البترول. لهم لوجو معين يعني، وانا شفتها يعني شيء مرتب صح، يعني تجد في مثلا صيانه سياره، تجد تغيير الزيوت، تجد في تكامليه، مو مساله صب بنزين مع السلامه. ليش ما فيها النموذج عندنا مطبق؟ انتم كشركه يعني، ما ابغى ادخل في موضوع ارامكو ليش والى اخره، خلينا نقول الشركات القطاع الخاص. اي اول شيء هذه مثل اللي انت ادنوك هذه شركه البترول، ايش اسمها، ابو ظبي البترول، هي شركه البترول. هي تسوق منتجها. هو مين ينافسها اصلا؟ نعم مين ينافسها؟ تسوق منتجها.
في عندك اللي هي شو اسمها ايبكو. ايبكو هذه شو اسمها، خليني اشوف انا حطها عندي هنا. شو اسمها ايبكو هي جوينت فينشر، مشاركه بين اينوك وكالتكس. كونوا ايبكو. وعندك فيها بعد ثانيه اللي هي اميريتس. ولكن لما شو اسمها نتكلم عن مثلا ذا، اكيد هم عندهم الـ عملوا الانفستمنت هذه، عملوا شيء ذا فيه. ما ادري كيف سعر النفط عندهم، انت عارف مرتفع. ولكن هذا شيء شفهي مع بعضهم، قالوا ان الدوله تعطيهم هامش، تعوض خسائرهم ولا شيء ذي، عملوها في يعطونهم هامش معين على الاشياء هذه. عندما يكونون في اخر السنه وكذا. هذا كله شفهي، ما كان فيه شيء مكتوب. بس هذا كان في حديث ودي مع بعضهم هناك. يعني هذا اللي معطيهم المجال. انا ما اقدر اقول لك هو اللي معطيهم المجال. هي لو انها كانت شركه مثلا في البورصه كان يقدر الواحد يدخل ويشوف نتائجهم، ولكن هي ما هي في ذا. طيب هنا ليش ما في نموذج الشركه؟ يعني مثلا انتم محطات التدريس ما في يمكن واحده تشبه الثانيه. اول شيء لان احنا نستاجر المحطات. طيب ممكن تعيدوا تاهيلها. ودنا نعمل التاهيل، نعيد تاهيلها وذا. بس الان مثلا لو تبي تجي تعمل مثلا اي حاجه في محطه تقول والله مثلا بعمل كذا، يقولون لا لازم تطبق المواصفات. يعني المواصفات هذه مثلا المحطه هذه مثلا عملت في وقت كان كذا، والان انت بتسوي تعديلات لازم تطبق المواصفات، لازم ترجع ما ادري كذا، لازم تسوي في اشياء اخرى. الان من الناحيه هذه الان احنا نعمل اللي نقدر عليه. اللي نقدر عليه نعمله، يمكن شفت محطاتنا اللي نقدر عليه نعمله. الان في مشروع هو امام مجلس الشورى في اروقه مجلس الشورى. هذا انظمه وتنظيم للمحطات سواء اللي على الطرق ولا الداخليه. انا امل يعني اول شيء انه كونت في الاونه الاخيره او قبل كم اسبوع لجنه في الغرفه التجاريه تعنى بالمحطات. اللي حسب يعني معرفتي استراحات صاروا يسمونها بعد. حسب معرفتي انهم عندهم موعد او عندهم اجتماع مع اللجنه المعنيه بهذه في مجلس الشورى. انا امل ان لما تصدر الانظمه انها تكون متكامله، وانها تكون اخر في عين الاعتبار، او تبدا مما انتهى فيه الاخرين خارج المملكه. وانها تاخذ في عين الاعتبار جميع المتغيرات. واهم من ذلك انها تكون مصحوبه باليه لتفعيلها. مهمه جدا تفعيل اي نظام. النظام لا شيء اذا ما يكون مصحوب باليه لتفعله. طيب شيخ ابي محسن، المحطات اللي على الطرق السريعه هذه ليش فشلت؟ يعني في كثير منها خاصة أن ما نبغى نذكر أسماء، واضح أنه ما نجحت بالطريقة الكبير بشكل كبير، خاصة اللي تحولت إلى أنها تكون فيها استراحة وفيها مطاعم وفيها رغم أنها يعني تخدم طرق رئيسية ومهمة. وش السبب في رأيك؟ مواقعها لما تكون فشلت من أي ناحية؟ فشلت بمعنى أنه خدماتها سيئة، معطلة أكثر الخدمات اللي موجودة فيها، لم يبقى إلا تزود البنزين فقط لا غير. أنا بقول لك مثل